على جارة تي في، ايضا مستمعين على جارة اف ام، متواصلين معكم حتى لساعتين الفاضل. عبد الكافي رئيس حزب افيق تونس، اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا. نبداو من منطلق الاخير قبل ما نحكيو بعد شويه على اكتواليتي. خطوه اضراب عام لكامل المؤسسات العموميه والقطاع العام في كامل تراب الجمهوريه، الى جانب اضراب زاد نوعيا وشكليا مهم جدا، اضراب عام كامل على مستوى ولايه صفاق 16 جوان. بعد شويه راجعين على النقطه هذه، ولكن قبل باش نبدا بالبيان الاخير لكم، موقف حزب افيق تونس من استفتاء 25 جويليا بعد مجموعة القرارات للهيئة الانتخابية وأيضا لإقراره بطرف رئيس الجمهورية. مرسوم مصدر أكد أنه 25 جويليا باش يكون موعد الاستفتاء. اجتمع افيق تونس واتخذ مجموعة من القرارات، شنو النجم ناخذ على القرارات دي؟ شكرا سي زهير. اجتمعت هياكل حزب افيق تونس، والمداولات كانت طويلة خطر القرار الحقيقة صعيب، وقيس سعيد وصلنا في وضع معقد بصفة كبيرة ياسر في تونس سياسيا اجتماعيا واقتصاديا. القرار اللي اخذته الهياكل هي بدينا باجتماع بمكتب السياسي لحزب افيق تونس، ثم تلاه اجتماع المجلس الوطني اللي هو يرجع له الحق في القرارات السياسية الكبيرة، لانه حزب افيق تونس حزب عمره 11 عام، حزب منظم، حزب ديمقراطي. كما قلت لك المداولات دامت المخر في الليل نهار تاخذين القرار. وقرارنا هو الاتي، هي المشاركة في الاستفتاء ل 25 جويليا بلا من توا. معناها الموضوع ليس موضوع الدستور التونسي او مضمون مسودة الصادق بالعيد والا قيس سعيد ولا امين محفوظ ولا غيره، ما نعرفوش شكون قاعد يكتب فيه. الموضوع هو المسار، الموضوع هو الاداء اللي راهو فيه منذ 25 جويليا لقيس سعيد، ونهار زاد يخرج الدستور تعطيو زاد راينا في الدستور، ولكن الاهم هو المشاركة بلا لمشروع قيس سعيد. افيق تونس يدعو جميع انصاره بالمشاركة في استفتاء 25 جويليا، ولا للمقاطعة ولكن بورقة لا. هذه هي حول السؤال المطروح في الاستفتاء. ولا سي زهير كان تسمح، لا هي لا للشعبوية، هي لا للديكتاتورية، هي لا للانفراد بالرأي. هو الرئيس رفع في وجهنا ثلاثة لقات. لقات الحزينة ذيك بتاع مؤتمر السودان بعد الحرب الإسرائيلية العربية، للأسف خسرها العالم العربي. احنا نجم نرفعوا 10 و15 و20 لا للهذيان، لا للبيع الأوهام، لا للديكتاتورية، لا للشعبوية، لا للهكترة في التعيينات، يعني بالمحاصة وبالمحابة وما غير كفاءة وغيره وغيره من اللاءات. لازم أولاد شعبنا يفهموا اللي احنا مناش عدميين، احنا ناس بعقلنا، ولكن وصلنا في حالة اللي اليوم عنا فرصة كبيرة تاريخية ديمقراطية. نحن لسنا دعاة فوضى في البلاد، فما ناس تدعي للفوضى. احنا عمري انا في حزب افيق تونس ما نكونوا دعاة للفوضى. الراجل هذا جاي وقال هاو فما استفتاء، احنا مدنيا سلميا ديمقراطيا نشاركوا فيه ونقولوا لا من توا. طيب الرئيس كان حب يمشي في اتجاه ديمقراطي، ولو نحب نذكر الرئيس قال على الاستفتاءات قبل ما نجاوب على السؤال، قال الاستفتاء في الدول العربية أداة من أدوات الديكتاتورية المقنعة. لا زادها المقنعة، تبارك الله عليه، يعني جابها بالضبط 2017 نحكي هكا بالضبط اللي قاعدين عايشوا فيه تو. ولهذا احنا واعين اللي صعيبة، واعين اللي اليوم يعني قدامك دولة هكريت في الاستشارة الإلكترونية، يعني تجنيد الدولة والوزراء والإدارات والفلوس والجهد وزير التكنولوجيا يفسر ونهبطوا العمر 16 سنة عملوا لي يظهر لهم. ولكن احنا ديمقراطيين ولسنا دعاة للفوضى، واحنا لا اللي رفعناها لا لمشروع قيس سعيد في تونس في 2022.